عزيزي المشاهد، من جبل الزيتون في مدينة القدس سنواصل دراستنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس عن الآية الثالثة أو المعجزة الثالثة، شفاء المفلوج في بركة بيت حزدة التي حدثت. كما ترون هذه البوابة هي اسمها بوابة استفانوس، خلفها توجد بركة بيت حزدة، ومباشرة خلف تستطيع أن ترى المدينة المقدسة مدينة أورشليم البلدة القديمة، وتستطيع أن ترى كنيسة القيامة قيامة المسيح. دعونا نفتح كتبنا المقدسة على إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس، وسأبتدئ من الآية الأولى. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها خمسة أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. عزيزي، سنواصل حديثنا بعد قليل. سنوات قتلت آماله، وملاك ينزل للبركة ينظره المقعد في حسرة. مفلوج مقعد في فرش، سنوات قتلت آماله، وملاك ينزل للبركة ينظره المقعد في حسرة. لا أحد كان به يرثي أو يلقي به في ماء البركة، واليأس تملك في قلبه، هل ينهض مقعد من فرشه؟ هل ينهض مقعد من فرشه؟ فنظرت في حب له، وأعطيت سؤل قلبه، يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه. عزيزي المشاهد، نحن نعلم من بشارة يوحنا البشير أنه يهتم بالتفاصيل والتدقيق، ولا سيما في معالم وجغرافية البلاد والأماكن، من عادات أيضا وتقاليد. وهنا في هذه القطعة بالأعياد، نحن نعلم أنه عندما يذكر كلمة العيد عادة يذكرها بأل التعريف، أي الأعياد الكبيرة التي ذكرت في بشارته عدة مرات. فكان كل يهودي متدين ينبغي أن يأتي إلى مدينة القدس 3 مرات في السنة ليعيد عيد الفصح وعيد المظال وعيد يوم 50. لكن في هذه القطعة يقول أنه كان عيد، لربما كان عيد صغير، وعلى أغلب الظن هذا العيد كان عيد البورم أو الفورم من أيام استير، عندما أنقذ الله الشعب الإسرائيلي من هامان ومن أيدي الأعداء. في هذه القطعة يتحدث عن يسوع يأتي إلى بركة بيت حزدة. إذا نظرت معي مباشرة ترى بوابة، هذه البوابة اسمها بوابة القديس استفانوس. وراء هذه البوابة توجد كنيسة، كنيسة القديس حني أم مريم العذراء، وبجانب هذا المكان توجد بركة بيت حزدة.
وهذه البركة كان يأتون إليها كثير من الناس، ولا سيما الذين كانوا يعانوا من أمراض مختلفة، من مرضى وعرج وعمي وعسم، يتوقعون تحريك الماء. كان في عندهم عادي يفكروا إنه ملاك رح يجي ويحرك الماء، واللي بنزل أولا في هذا الماء يبرأ من أي مرض يعتريه. فيوجه الأنظار الكتاب على شخص مسكين بائس عاجز له فترة زمنية طويلة في هذا المكان، يتألم في وحدته، لا صديق ولا رفيق له، يعيش حياة البؤس، يعيش حياة الوحدة، يعيش حياة الكآبة، لأنه لم يكن له معين أو صديق. فجاء المسيح لأنه صديق من لا صديق له، وهو المعين لمن تخلى عنه الأصدقاء والأحباء، فيأتي دائما في الوقت المناسب في الوقت المعين. فهنا نرى نعمة المسيح، ونرى محبة المسيح، ونرى حنان المسيح. جاء إلى بيت الحسدة، تعني بيت الرحمة، في المكان الذي لم يجد به رحمة جاء رب الرحمة ليقدم الرحمة لهذا الإنسان. جاء المسيح وهو ابن الإنسان، جاء لشخص ليس له أي إنسان، فجاء المسيح وسأله سؤالا حاسما، سؤالا فاحصا، سؤالا لربما أراد أن يكشف عن الرجاء الذي مات في أعماقه. فقال: أتريد أن تبرأ؟ فبدل من أن يجيب الرجل نعم أريد أن أبرأ، قال له: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر. كما ذكرت، لأنه كان أمراض مرضى كثيرون، كل أنواع الأمراض، إلى درجة بنوا 5 أروقة لكثرة المرضى والاتساع وتنظيم مكان المرضى في هذا المكان. ونشكر الله من أجل شهادة الحفريات. اليوم اكتشفوا في الحفريات في هذه البركة، اكتشفوا 5 أروقة، وهذا دلالة على صدق رسالة المسيح وعلى وحي كلمة الله، أن الله ساهر على كلمته ليجريها. ولاحظ معي، المسيح لم يلقي عليه محاضرة، بل قدم له علاج سريع بكلمة. كيف ولا، يسوع هو مجدد الحياة. وهنا نقرأ عن عجز الإنسان وقوة المسيح، نقرأ عن شفاء إلهي تم بواسطة المسيح، ثم نقرأ عن مقابلة أحقاد البشر الذين تكلموا ضد المسيح، وأقصد الفريسيين المتدينين من اليهود. ففي هذه القصة أحبائي، قال المسيح له: أتريد أن تبرأ؟ فهنا نكتشف أن هذا الشخص اعتاد على حياة المرض، فالمرض أصبح في حياة هذا الإنسان عادة، تعود عليه، أي أن إرادته أصبحت مشلولة. كيف ولا، فقد فقد أمله بالناس، لا حياة لمن تنادي، ما فيش أي إنسان بمد له يد المساعدة. كيف ولا، وفقد أمله بالملائكة، الملائكة التي تأتي وتحرك الماء، ألا تبصر هذا المسكين العاجز؟ كيف ولا، وقد فقد أمله بالله، الله ألا يرى هذا المسكين الذي يرسل ملائكة لكي تخدم هذا الإنسان؟ فقد فقد أمله في كل شيء، اعتاد على حياة المرض مما سببت له كآبة، وبدل من أن يتحرك بالإرادة أصبح مشلول الإرادة كليا وكاملا. ثم الشيء الثاني أحبائي، الشفاء ينبغي أن يكون له إرادة. دائما يتعامل المسيح مع الإرادة. عندما جاء للأعمى قال: ماذا تريد أن أفعل بك؟ قال: أن أبصر. ثم عندما تقابل مع الأبرص قال له الأبرص: يا سيد، إن أرد تقدر أن تطهرني. فالمسيح يريد الشفاء، يرغب الشفاء، وله القوة على الشفاء. فتوجد فرق بين الرغبة والإرادة. الرغبة هو الحلم البدائي التي نتمناه، لكن الإرادة هو الحلم مضاف إليه، الجهد مع الحركة. لكن كانت إرادة هذا الإنسان مشلولة، فتعود على حياة المرض، وتعود على الكآبة. ولربما أنت تواجه نفس المشكلة، دائما تتحدث عن المرض، دائما تتحدث عن الكآبة،
مستعبد لخطية معينة لا تعيش حياة الحرية الحقيقية. لهذا السبب يقول لك المسيح: أتريد أن تبرأ؟ فينبغي أن يتعامل مع إرادتك. لاحظ معي صديق المشاهد، ابتدأ بسؤال فاحص لكي يحيي الرجاء في أعماقه، ثم كان أمر حاسم، والأمر الحاسم هو مبني على الإيمان الحقيقي، والإيمان الحقيقي ينشئ طاعة وتجاوب، أي أن المسيح طلب من هذا الإنسان عمل ما هو مستحيل. قال له: قم احمل سريرك وامشي. المفلوج كيف يحمل سريره ويمشي؟ فهنا أمر حاسم. رأى المسيح المريض وعلم أن له زمانا كثيرا لأنه كلي العلم، ثم أمر بسلطان لأنه كلي القدرة، ثم أعلن محبته لهذا المريض، فهو إله المحبة والرحمة وإله كل نعمة وحنان. ثم توبه عندما التقى به في آية 14، قال له: اذهب ولا تخطئ لئلا يكون لك الشر. فنكتشف أن الخطية هي السبب في مرض هذا الإنسان. بكلمات أخرى نرى المرحلة الإعدادية، فكان المسيح يعد هذا الإنسان ليقبل الشفاء، ثم المرحلة التنفيذية أنه شفاه بالفعل، ثم المرحلة التحذيرية أي يؤكد له الشفاء لكن احذر لئلا تخطئ ويكون لك الشر. توجد نصيحتين. أولا، كان عليه أن يترك عشرة السقماء، قم احمل سريرك وامشي. كان بالفعل يترك المكان لئلا يرجع إلى هذا المرض، لأننا قلنا أنه تعود على حياة المرض، فلو رجع إلى المرض لابد أن يرجع إلى عادته، فكان عليه أن يترك عشرة السقماء. وهكذا كل من يقبل المسيح ينبغي أن يترك الخطية ويعيش بحرية المسيح وقداسة المسيح. الشيء الثاني، حول نقطة الضعف في حياة هذا الإنسان مصدر قوة، أي أن الشيء اللي كان محمول عليه هو بنفسه حمله. مهما كانت خطيتك عظيمة أو مستعبد لأي خطية من مخدرات وتدخين وأي استعباد من أي خطايا، يستطيع أن يحررك. وقمة هذه الحرية هو أن لا تعود تؤثر عليك، أي نقطة الضعف في حياتك تصبح مصدر قوة، لأن المسيح يعطيك ويؤيدك بالقوة. هذه الآية الثالثة، عندما شفى المفلوج هنا في بركة بيت حزدة في مدينة القدس، ليت الله يتعامل معك ومعي لكي نتحرر من كل الشوائب من حياتنا، ويحررنا من كل قيود ويكسرها، لكي ننطلق بحرية الله ونتمتع بالحياة الأبدية بالمسيح يسوع، لأنه هو مجدد الحياة. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. من منطقة طبرية سنتحدث عن معجزة إشباع الآلاف. وقبل أن نبتدئ بالقراءة من كلمة الله، أريد أن أشرح عن هذا المكان. كما ترون هذه البحيرة، البحيرة الجميلة، بحيرة طبرية، كما نقرأ في الآية الأولى، أو بحر الجليل. الجليل لأنها تعتبر مثل دائرة، وكل القرى كانت تحيط هذه البحيرة. أما بحيرة طبرية سميت تكريما وتخليدا لتباريوس قيصر، وأحيانا كانت تدعى جنسرات أو بحيرة كنيرت، التي تشبه الكنار، الآلة الموسيقية. حول هذه البحيرة علم المسيح أجمل التعليم، ووعظ أقوى المواعظ، وكان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب.
وهذه المعجزة حدثت في المنطقة الشمالية للبحيرة بالقرب من كفر نحوم بالقرب من مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية. أريد أن أقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح السادس ومن الآية الأولى. بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل وهو بحر طبرية، وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. فصعد يسوع إلى الجبل وجلس هناك مع تلاميذه، وكان الفصح عيد اليهود قريبا. فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه، فقال لفيلبس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال هذا ليمتحنه، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. أجابه فيلبس: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. قال: لا له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس، هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ فقال يسوع: اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5,000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين، وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضل لكي لا يضيع شيء. فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده. سأتابع حديثي بعد قليل. فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه، فقال لفيلبس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال هذا ليمتحنه، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. أجابه فيلبس: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس: هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ فقال يسوع: اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5,000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين، وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. يقول الكتاب المقدس عن يسوع أنه كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، فكانوا يأتون من كل مكان لكي يستمعوا إليه فينتفعوا، أو إذا كانوا مرضى فيستشفوا. كانوا يأتون لأسباب مختلفة، وهذه المعجزة، معجزة إشباع الآلاف، هي واحدة من المعجزات القوية والمذكورة في الأناجيل الأربعة. فنكتشف في هذه الحلقة أن المسيح هو عائل الحياة ومقيتها. فالناس جاءوا لأنهم يحتاجون إلى التعليم، وجاءوا لأنهم يحتاجون للرعاية، أو كما يقول الكتاب المقدس: كغنم بلا راعي. لكن السؤال: كيف يشبع الآلاف؟ فكان عدة اقتراحات.
الاقتراح الأول أن يرسل الناس ليبتاعهم من القرى المجاورة، لكن يسوع الحنون عرف أنهم سيخوروا في الطريق. ثم كان في حل ثاني، سأل المسيح فيلبس من أين نبتاع خبز لجميع هؤلاء، فقال المسيح هذا ليمتحن إيمان فيلبس. امتحن يسوع إيمانه، وطبعا امتحن ردود أفعال التلاميذ. فيلبس كان شخصا متشائما، يميل إلى الإحصاء والأرقام والحسابات. قال لا يكفيهم خبز بمئتي دينار، والدينار كان أجرة عامل ليوم واحد، فكيف سيكفي كل هذه الآلاف؟ الحل الثالث أندراوس. أندراوس كان شخص متفائل واسع الذكاء، تكلم من تلقاء نفسه. سأل عندما طبعا رأى الغلام مع الخبز والسمك، قال ما هذا لمثل هؤلاء؟ لكن الحل الرابع هو يسوع. يسوع هو الحل الصحيح والحق، فيه الهداية والحماية والكفاية والعناية والوقاية والرعاية. عندما يكون احتياج أعطي كل ما عندك ليسوع، دعه يعمل. نرى في هذه القصة يسوع المريح يحس بحاجة الجماهير، وليس هذا فقط، بل ينظم الصفوف، طلب من الجموع أن تجلس على العشب فرق فرق لكي يتسنى أن يقدم الطعام بطريقة أفضل وبمنظمة. ماذا نتعلم من هذه المعجزة؟ أولا، يسوع هو خبز الحياة الذي يشبع القلب والنفس. ثانيا، يتجلى سلطان ابن الله الأزلي المتجسد كخالق. نرى قدرة المسيح وسلطانه، أمر فكان، ويستطيع أن يتكلم فيصير لأن له القدرة السرمدية. ثالثا، نرى محبته العطوفة كفاد. إذ رأينا قدرته كخالق كابن الله الأزلي السرمدي، نراه كفادي كابن الإنسان، أحس بحاجة البشر ومتاعبهم وجوعهم وآلامهم، أي أنه اشترك في ضيقاتهم لأنه المحب العطوف. ولاحظوا معي، فيها استجابة السيد لحاجة الجموع في الوقت الذي أنكر فيه هذا على نفسه ساعة حاجته. أتذكرون عندما جرب من إبليس، إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا؟ لم يصنع المسيح معجزة واحدة من أجل نفسه، لكن كل معجزاته وآياته كانت لمجد الله ولغرض أن يتمم مقاصد الله. فإذا سد حاجة الجموع. ثم شيء آخر، نرى حكمة المسيح كمدبر محسن كريم. قبل أن يجيء موعد جوعهم فكر في إشباعهم. ما أعظم شخص المسيح. ثم نرى خامسا، نرى جودته وكرمه كمحسن كريم حتى فضل عن حاجتهم. لاحظ معي، أشبع 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال. فإذا سد حاجاتهم، أطعم وأشبع. تعرفوا في مثل عندنا العرب بنقول إذا أطعمت اشبع، وبالفعل كشخص شرقي أطعم وأشبع الجموع. الشيء السادس، نرى اقتصاده كرب بيت حكيم. قال اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. يوجد فرق بين الجود والإسراف. الجود نعم أطعم الآلاف لكنه لم يسرف. قال اجمعوا الكسر، وجمعوا 12 قفة. لماذا يا ترى يجمعون الكسر واثني، وليش رقم 12؟ وكأن المسيح يريد أن يقول للتلاميذ أنا قادر ليس فقط أن أشبع الآلاف هنا، لكنني قادر أن أشبع 12 سبطا. فالغير مستطاع عند الناس مستطاع عندي، فهو يستطيع أن يحقق كل مستحيل.
ثم أحبائي نرى نعمته، نرى عطفه، سخاءه، جوده، محبته. شفاعي فيك برتي ومنا، انت إلهي وعيني عليك، ومنتظرة راحتي بشخصك، قلبي وروحي بين ايديك، قلبي وروحي بين ايديك. لما اشبع منك راح ادوس على عسل العالم وما فيه من شهوة، وده شيء ملموس لكن وعدك أغلي بيه. لما اشبع منك رح أدوس على عسل العالم وما فيه من شهوة، وده شيء ملموس لكن وعدك. لكن من هذه المعجزة الفكرة الرئيسية تتركز في نضوج أولا عدم الإيمان في البعض الذين تركوه. عندما صنع المعجزة قالوا بالحقيقة هذا النبي الآتي إلى العالم، فجاءوا ليختطفوه ويملكوه ملكا عليهم. لما علم هذا الشيء تركهم، لأن المسيح لم يأتي ليملك سياسيا أو أرضيا، جاء ليملك على قلوب وحياة البشر. ثم الشيء الثاني، الحقيقة الثانية، نرى اكتمال الإيمان في البعض الآخر الذين قابلوه، مثل بطرس قال إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عنده. نعم، إن المسيح الذي أشبع الآلام قادر أن يشبع القلب والنفس ويحقق كل ما هو مستحيل. إنها معجزة عظيمة. أصلي من كل قلب أنك استفدت من هذا الدرس، وتستطيع أن تفهم أنه قادر أن يسد إعوازك وحاجتك وجوعك الروحي أيضا، لأنه هو الراعي الصالح. من على شاطئ بحيرة طبرية سوف نتحدث عن الآية الخامسة التي صنعها يسوع، وهي المشي على الماء. سعدنا جدا لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال